في محافظة القنيطرة والجولان تقوم مظاهرة لما يحدث لأهلنا في حلب من جرائم تندى لها جبين الإنسانية من الروس المجرمين والشيعة الحاقدين والنظام المجرم. إننا نطالب الجيش الحر كاملا في كل جبهات سوريا فتح الجبهات لكي يعودوا هؤلاء المجرمين إلى ديارهم جثامين تلطم عليهم أمهاتهم. سوريا لن تكون إلا لأبنائها، وحلب لن تكون إلا لأبنائها، وإن الثورة منتصرة، شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين على هذه الثورة. هذه المظاهرة قامت اليوم من أجل تجديد العهد للثورة السورية، وسوف تبقى الثورة السورية تبدأ من أول وعن جديد بإذن الله تعالى. نقول أولا إن حلب لم تسقط، وحلب ليست نهاية الثورة، إنما هي بداية مرحلة جديدة، بداية تصحيح مسار الثورة. نقول إن حلب لم تسقط، بل الذي سقط هو المجتمع الدولي الفاجر. الذي سقط هم حكام العرب والمسلمين الذين يملكون الجيوش لنصرة حلب ولم يحركوها. الذي سقط هم قادة الفصائل الذين ارتهنوا لمال الداعمين وتوقفوا عن نصرة حلب. نقولها لأمتنا، ستتحرك الأمة من جديد، وسيعود تصحيح مسار الثورة بإذن الله. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار، باع الثورة بالدولار، باع الثورة.